أنا متجه إلى مكان مجهول، ما بعرف إيش هو شكل الحياة هناك. 5 جزر صغيرة معزولة في أقصى الشرق للمحيط الهندي. هي من أبدع الأماكن اللي تبهر الناظر إليها بجمال طبيعتها. إنها فعلاً مغامرة مشوقة. أنا مش فريسي. بدنا نقترب من الكرواي، آخر أكلة لحوم البشر على الأرض. هذه دودة الساغو. هاي الأرض اللي بنمشي فيها من أكثر مناطق طينية في العالم. هلا عم بتشمني. هل أكلك لإله أعطاك شعور بالأمان؟ دراغون هو آلي للقتل. قمة في الشراسة. يا إلهي. هذه الجماجم بتعود لشعب التراجع. هذا الطقس الغريب والعجيب، احنا اول محطة تلفزيون خارجية بتوثق هذه العملية كاملة.